والآن إلى جولة حول العالم، والبداية من سان بطرسبورغ في روسيا، حيث أطلق رجل جرذين داخل البرلمان المحلي. وقال الرجل الذي أطلق الجرذين أن حركته تلك جاءت للاحتجاج على عدم تحرك النواب. وقضت محكمة في سان بطرسبورغ بفرض غرامة على الشاب. ونشر إيليا موخوف الذي دخل البرلمان مع علبة كرتون فيها الجرذين، نشر على يوتيوب شريطا مسجلا عن فعلته، وقال عن نواب البرلمان إنهم لا ينفعون لشيء، فهم لا يستشيرون السكان ولا أحد يعرف اسمهم. إلى كوريا الجنوبية، حيث انتحر سائق أجرة بإشعال النار في نفسه احتجاجا على خدمة لمشاركة سيارات الركوب اقترحتها شركة تشغل أشهر تطبيقات الدردشة في البلاد. وقالت الشرطة وإدارة الإطفاء إن السائق البالغ من العمر 57 عاما صب سائلا قابلا للاشتعال على جسده، ثم أشعل النار في ملابسه بينما كان في سيارته أو سيارة الأجرة قرب البرلمان. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. أدين شرطي روسي سابق محكوم عليه في الأساس بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل 22 امرأة في إطار 56 جريمة قتل إضافية، وبارتكابه 78 جريمة قتل في المجموع. يكون المسمى بوبكوف حطم الرقم القياسي لسفاحين اثنين آخرين في روسيا. وصدر ضد السفاح حكم للمرة الأولى عام 2015 بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة اغتصاب 22 امرأة وقتلهن، وأقر بعد ذلك بارتكاب 59 جريمة إضافية، لكن الشرطة لم تتمكن من توثيق ثلاث جرائم منها. وعندما كان شرطيا شارك بوبكوف في تحقيقات حول بعض من هذه الجرائم لإبعاد الشبهات بحسب ما شهد زملاء له. لا توجد جريمة كاملة. تواجه الحكومة الهندية انتخابات صعبة في العام المقبل، لكن يتعين عليها أولا أن تتعامل مع خصم لا يقل دهاء عن أي خصم سياسي. الخصم الجديد والصعب هو قطعان القروض التي أصبحت مصدر تهديد كبير حول مقراتها في نيودلهي، وتنشر قرود حمراء الوجه الفوضى، وتخطف الطعام والهواتف المحمولة، وتقتحم المنازل، وتروع السكان داخل العاصمة الهندية وحولها. ويقدس كثيرون في الهند ذات الأغلبية الهندوسية الحيوانات التي يرون أنها تتصل بالإله هانومان الذي يتخذ شكل قرد. وجدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صعوبة في الخروج من السيارة بعد وصولها إلى برلين خلال زيارتها إلى ألمانيا للقاء المستشارة أنجيلا ميركل. ومع استمرار إغلاق أقفال الأمان الخاصة بالأطفال وعدم قدرة السائق على فتح الباب، تأخرت ماي في الخروج، واضطرت ميركل للانتظار وقتا أطول في البرد القارس. كشف أحد خبراء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن أن مخلوقات فضائية ربما تكون وصلت إلى الأرض بالفعل وزارت كوكبنا من دون أن ينتبه إليها أحد، ومن دون أن تنجح أي من الوكالات أو مراكز المراقبة في رصدها. وقال سيلفانو كولومبانو الذي يعمل لدى ناسا إن النجاح المحتمل للكائنات الفضائية في غزو كوكب الأرض من دون أن ننتبه إليهم أو ترصدهم ربما يكون مرده إلى افتراضات خاطئة بشكل جذري يتبناها البشر بشأن هذه المخلوقات، مشيرا إلى أنها ربما تكون كيانات صغيرة فائقة الذكاء وليست مخلوقات لحمية خضراء تجلس على طبق طائر كما يتخيل معظم الناس.
إلى ظاهرة جديدة بدأت بالدخول إلى المجتمع العربي، ولعل جنازة الفنان محمود القلعاوي خير مثال على ذلك، إذ وبعد الإعلان عن وفاة القلعاوي نعى الفنانون صديقهم الحبيب الراحل وبكوه في منشورات على حساباتهم عبر الشبكات الاجتماعية فقط، ولكنهم لم يؤدوا حتى واجب العزاء وحضور جنازته، إذ شيعت جنازة الفنان الراحل محمود القلعاوي دون أي حضور فني حتى من زملائه الفنانين الذين نعوه على الشبكات الاجتماعية فقط. إلى ألمانيا وشوكولا، حيث تعرض أحد الشوارع في بلدة ألمانية إلى سيل من نوع فريد، حيث تسرب طن من الشوكولا السائلة من أحد المصانع وغمر الرصيف، وشارك نحو 25 فردا من قوات الإنقاذ في عملية إزالة الشوكولاتة بالمجارف، كما استخدموا أيضا الماء الساخن والمشاعل لإزالة ما تبقى من الشوكولاتة من شقوق وثقوب الطريق. فيضان لذيذ. أخيرا إلى التايم وخبر تداوله مغردون ووسائل إعلام سعودية، مفاده أن مجلة التايم الأمريكية اختارت ولي العهد محمد بن سلمان ليكون ضمن شخصية العام، ولكن الحقيقة جاءت على لسان المجلة نفسها عندما أعلنت بشكل رسمي اختيار الصحفي السعودي جمال خاشقجي وآخرين كشخصية العام 2018 دون ورود اسم ولي العهد السعودي.